لا وصاية على اليمن، لا تنازل عن فلسطين، ولا عودة إلى ما قبل 21 من سبتمبر أيلول 2014. ثوابت ثلاث تتكثف فيها مضامين كلمة السيد عبد الملك الحوثي قائد أنصار الله في الذكرى السادسة للثورة: صمود وثبات ومقاومة في زمن الهرولة والسقوط في أحضان العدو التاريخي للأمة. أكد على عدة قضايا، منها أول أن العدو الأساسي للأمة العربية والإسلامية هو العدو الصهيوني ثم العدو الأمريكي. الجانب الثاني أكد بأنه لا تطبيع ولا استسلام ولا تفاوض مع الكيان الصهيوني. الجانب الثالث أنه أكد بأننا سندافع عن كل مقدسات الأمة العربية والإسلامية. ما بعد 21 من سبتمبر ليس كما قبله، هذا ما انطوت عليه كلمة السيد الحوثي بعد 6 سنوات من إسقاط الوصاية الأمريكية ممثلة بسفيرها سابقا، وبإنهاء مشاريعه بإنشاء قواعد عسكرية في محيط صنعاء. ثورة أجهضت أيضا مشروع ترجمة علاقات نظام ما قبل الثورة بإسرائيل وإخراجها إلى العلن، علاقات وصلت حد استقبال وفد إسرائيلي في العاصمة صنعاء. تطرق الى ان الثوره اتت في وقت حرج، وكانت خيار لا بد منه وخيار مهم، كونها عادت للجمهوريه اليمنيه سيادتها ومكانتها، وهو الامر الذي استدعى التدخل الخارجي والعدوان، كون الثوره 21 من سبتمبر العظيمه افشلت المخططات الامريكيه التي كانت تسعى الى السيطره على الجمهوريه اليمنيه وبسط نفوذها عليها بشكل واضح. وضوح في الرؤية وثبات في الموقف، هكذا جاءت كلمة السيد الحوثي في ثوابتها ورسائلها ومواقفها بأفق عروبي قومي إسلامي. بكلمته بعد 6 سنوات من الثورة والمواجهة والصمود، وضع السيد الحوثي الخطوط العريضة لمرحلة التحرير والتحرر وإسقاط مشاريع الاحتلال وأدواته في اليمن والمنطقة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين.